أو أن أخذ الشعر ولا تضاري تضاري سريع أخذ الشعر من كلام الدكتور ربيع لأنه يعني أسهل وأقرب إلى المعاصرة لكن عبارة الشعر عبارة دقيقة قوية متعمقة متخصصة فهي أنفع للمتخصصين لكن المبتدئين أمثالها يعني يريدون العبارات دي القريبة فإن شاء الله نأخذ أمثال ونشرح معا إن شاء الله وسنبدأ في فقط هذا الدرس الدرس الأول في المقدمات في النص الأول نسمع في نص الشيخ محمود أبو بكر حتى تعلموا مدى عمق الكلمة أو مدى صعوبتها حتى في قضية التعريف يعني مثلا التعريف غير التوحيد هذا معلوم عندكم التوحيد له تعريفان تعريف بالحد وتعريف بالإيه؟ الحد تعريف بالحد يعني تعريف بالموضوع الذاتيات علمي هي مسائله ما هي حقيقة العلم أو معاده ما هو العلم العلم هو إيه ما هو علم التوحيد أو معاد علم التوحيد فهي ذاتيات بما تكون علم التوحيد هذا من المسائل والموضوعات الموجودة صحيح إذا عرفت العلم بموضوعي بدأ تعرفه بإيه الفائدة عرفت علما بفائدته بغايته هذا تعريف بالرسمي ليس تعريفا بالايه؟ الحد بالحد طبعا تعريف علم التوحيد بالموضوعات وذكر الموضوعات ما موضوعات علم التوحيد؟ ما اقسام علم التوحيد كما قلنا؟ لا اله الا الله نعم لا اله الا الله والله سلام ان قلت ان علم التوحيد هو علم يبحث عن الالهيات وعن النبوات وعن السمع الالهي فقال هو يتعلق بها وما يكون مقدمه لها فهذا تعريف للعلم بالايه؟ بالحد بالذاتيات بالموضوع صحيح؟ واذا قلت ان علم التوحيد علم يقتدر معه من يحصل علم التوحيد يكون ذا قدره يكون ايه؟ ذا قدره عنده قدره على كيف العقار كيف يثبتها بان يذكر الحجه ويدفع الشبهات اذا المتعلم العلم التوحيدي اذا حفظه وبينه يصير ذا قدره على اثبات العقائد الدينيه بايراد الحجج ودفع الشبهات هذا تعريف بالرسم الأثر بالغاية لماذا تدرس علم التوحيد؟ حتى يكون ثابت العقيدة كيف تكون ثابت العقيدة؟ بأن أعرف العقائد وأدلتها التفصيلية وأستطيع الجواب عن الشبهات الراجعة إلى علم العقيدة صحيح؟ فهذا التعريف بإيه؟ بالرسم وطبعاً هذا أظنه مشهور هذا ما درسناه في المرحلة السابقة لكن مثلاً إذا رجعت إلى تعريف علم التوحيد بالحق قلت وعلم يبحث فيه عن الله تعالى إلهيات من حيث ما يجب له وما يجب وما يستحيل صحيح؟ إذا ما يتعلق بالإلهيات وعن الأنبياء من حيث ما يجب وما يجوز وما وعن السمعيات والنجوم التي لا تعرف الا بالسماع من الصادقين الله كان وسيله الى هذه الامور فهذا هو التعريف به
للحد. هذا الحديث علم التوحيد من الحد. أحيانا في علم التوحيد تدرس مسائل لا ترجع إلى الإلهيات ولا إلى النبوات ولا إلى السمعيات بالقصد الأول. يعني هنا ندرس مثلا حدوث العالم. ندرس ايه؟ حدوث العالم. حدوث العالم. العالم. هذا هذا مما نستعمله في المنطق الاستدلال على وجود الرب سبحانه وتعالى. ما الدليل على ان الله تعالى متصف بالوجود؟ اما العالم فهذا لابد له من وحده. اذا العالم لابد له من وحده خالق وهو الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ فينازعك احد الفلاسفه او الطبيعيين او الملاحده فيقول لك ما الدليل على العالم عالم؟ فنسوق له دليل على ان العالم نعم حاجة. في النهايه سيبقى الكلام في حدوث العالم كلام يرجع للعقيده ام الى الطبيعه؟ طبيعه فيزيكس. الحديث عن العالم طبيعي في مسألة طبيعية ليس مسألة إيه؟ عقيدة. ليس مسألة عقيدية في المقام الأول لكنها وسيلة لإثبات مسألة عقلية. يعني أنت قدمت مسائل في علم العقيدة ليست لها علاقة بالعقيدة بالقصد الأول ليست عقائد أصلا لكنها وسائل إلى إثبات العقيدة وسائل للعقائد وسائل الى الايه؟ العقائد. يعني انت تصحى من النوم تقصد تلقي العلم في الكليه هذا هو المقصد الايه؟ الاصل الاول لكنك تركب مركبه سياره لان هذه المركبه صحيح لا علاقه بها العلم لكنها وسيله توصلك الى العلم الى مكان العلم فإذا أنت قد تقصد الأمر لا بالذات وإنما لكونه وسيلة لما هو مقصود بالذات. صحيح؟ مفهوم؟ نعم. إذا أنا قد أتناول في العلم مسألة ليست راجعة من العلم في المقام الأول ولكنها وسيلة إلى مسألة من مسألة العلم. تمام شباب؟ فإذا كثير من مسائل العقيدة ليست عقائد أصلا. لكنها ايه؟ وسيلة للعقاء. وسائل للعقاء. دينية. أو وسيلة للرد عن الشبهات. يعني قد يستعمل مثلا صاحب الشبهة مسألة علمية طبيعية في إيراد الشبهة. فأحتاج إلى دراسة هذه المسألة ايه؟ الطبيعية كمثلا تعرفون داروين؟ تشارلز داروين. صاحب نظرية التفوق الذي يقول ان الانسان اصله قلم سمعتم فيه هذه المسألة تروج في العالم على انها حقيقة علمية وليست حقيقة اصلا هذه ليست حقيقة يعني على مقياس العلم هذه ليست حقيقة ليس عليها اي دليل علمي بالعكس الأدلة على خلاف ذلك فهو يقول الإنسان أصله إيه؟ غير نظر أما أنا أقول الإنسان أصله إنسان آدم وكل يتكلم عن أصله كل واحد يتكلم عن إيه؟ أنا أتكلم عن أصله هو يهودي والأرض أصلا يهودي فلعله يقصد أن الإنسان أصله غير أقول له خنزير أنا يعني بعض أصوله يعني أيوة لك أنا هو إيه؟ لكن هذا من باب الخلقة الأصلية ومن باب المسخ صحيح؟ نعم فقد يحتاج الإنسان إلى دراسة هذه المسألة فيما يتعلق بعلم الأحياء وأصول الأحياء الشرعية حتى يثبت قبضان هذه الفرضية حتى يعلمون أن التاريخ كثير منه مكذوب تعلمون ذلك تعلمون أن علم التاريخ كثير منه مزور صح؟
هي من علوم الاجتماع فاسدة وغير صحيحة؟ هل تعلمون عند كثير من مسائل علم النفس مغلوطة وغير صحيحة؟ تعرفون ذلك؟ فرويد، تسمعون عن فرويد؟ يهودي فيلم سيكون فرويد هذا يعني عجبه له أحد أكبر علماء النفس. وهذا فرويد هذا من النفس يجعل الغريزة الجنسية هي الغريزة الأساسية المحركة للإنسان. حتى أن فرويد هذا المفهوم هذا يرى أن ارتضاع طفل صغير من فم أمه دافعه جنسي. سبحانه. هذا كلام فاسد. هذا كلام في غاية الايه؟ في غاية الفساد. وليس في غاية الفساد. ولكنه يرجع الى غاية الفساد. هذا كلام ليس فاسدا وانما يدفع الى ايه؟ الفساد. للفساد. يعني ما اقول كثير من العلوم النظرية هو محل بعض هنا كثير من قواعد السياسة فاسدة أم لا؟ السياسة فاسدة أم لا؟ وده علم وعلم النفس في فساد وعلم الاجتماع في فساد وعلم التاريخ في فساد. هذه كلها علوم نظرية إنسانية لكن يكون هناك فساد في العلم التجريبي في الفيزياء في الكيمياء في الفلك هذا مستبعد لكن هذا هو الواقع ان هناك ايضا كثيرا من الفساد في العلوم التجريبيه والطبيعيه منها نظريه داروين كيف تعلمون ان امريكا عندما عملت انها ذهبت الى القمر في الستينات ان ذلك كذبه في الغالب هذه في الغالب كانت ايه؟ كانت كذبة ليس حقيقة فيكذبون حتى في علوم الحمار هذا حصل هذا ايه؟ حصل في علم الطبيعة والفيزياء والكيمياء نعم أحيانا يكذبون ومن أعظم الكذبات الطبيعية في العلوم التجريبية اعتماد نظرية داروين في التطور حيث يقول إن الإنسان قد تطور عن كائنات أدنى وأن الإنسان في أصله كان إيه؟ قردة كان قردة هذه كذبة لكنها كذبة مدعومة وانتقاد نظرية داروين في العلوم يشبه انتقاد اليهود في علوم السياسة فانتقال نظرية داروين للتطور كمعاداة السامية. هل يستطيع أحد من أهل البشر أن يجهر بشيء قد يشم منه معاداة اليهود والسامية؟ لا يستطيع. لذلك من حق العلم. بس يعني الغلط. فكان تكون معارضة نظرية داروين ويصل نظرية وهي حكم على الباحث بالإعدام العلمي. الباحث إذا ما أخذ بحثا يتكلم فيه عن فساد النظرية سيتم إنهاء خدمته في كليته أو في المجمع البحث الذي يعمل به ولن يجد من يوظفه أو يروج مشاريعه العلمية أو يدفع له إيجار سكنه أو يقود سيارته وسينتهي به الأمر إما بالتكفير عن خطأه في حق هذا الصنم أو سيكون مصيره إلى إيه؟ إلى الشارع. أنا وجود. فأقول شباب أحيانا إذا يحتاج في البحث العقل في أي علم من العلوم أن يدرس مسألة خارجة عن إيه؟ خارجة عن أصل العلم لكنها وسيلة إلى معرفة مسألة مرجعة إليها
كان حبيبك هتفوز ايه؟ العالم. والعالم اصلا فلوس العالم هذا بحث ايه؟ بحث طبيعي. بحث راجع الى الطبيعه. فيزيكس. وليس بحثا الهيا. ميتافيزيكس. ما وراء الطبيعه. يعني العلوم الالهيه هذه العلوم ما وراء ايه؟ ما وراء الطبيعه، ليست راجعه الطبيعه، لان الله تعالى يشكو الطبائع، ليس بفتنه شيء. سبحانه وتعالى، هو تعالى يشكو المخلوقات. مخلوقات هي الطبيعة. صحيح؟ أما الله سبحانه وتعالى فهو لا يشبههما. هو ليس بحثا طبيعيا. لكن أحيانا تحتاج إلى أن تبحث بحثا طبيعيا أو حتى فلسفيا أو منطقيا للاستعانة به للاستدلال على مسألة على مسألة عملية. لذلك علماء الإسلام يتكلمون عن علوم الآلة. علوم الآلة. الآلة. هذه العلوم هي وسائل إلى ما سواها من العلوم. بس هي مقصودة بالذات وإنما هي مقصودة لكونها وسيلة إلى ما هو مقصود بالذات. أقول يعني إذا رجعت إلى نص الشيخ حتى تروا يعني ماذا صعوبة الكلمات في بعض المسائل حتى في مسائل مقدمات العلوم. يعني مقدمات العلوم عشرة. قبل دراسة أي علم لابد أن ندرس المقدمات. ما هي مقدمات العلم؟ تعريف اسمه العلم المتكلم عن التوحيد. تعريف الحد أو الرسم أول ما صنف فيه مما يستمد حكم الاشتغال بهذا العلم، هل يجوز الاشتغال بهذا العلم ام لا؟ هل يجوز الاشتغال بعلم الكيمياء؟ نعم. هل يجوز الاشتغال بعلم الكيمياء؟ نعم. نعم. يجوز. هل يجوز الاشتغال بالطب؟ نعم. نعم. بل يجب. خطيب. يجب بما يحقق الكفايه، فهو واجب ايه؟ على الكفايه، صحيح؟ نعم. هل يجوز الاشتغال بعلم السحر؟ لا. هل السحر علم؟ هل السحر علم؟ علم. نعم. هل يجوز الاشتغال بالسحر؟ لا. لا يجوز. فإذا الحكم هل يجوز الاشتغال بالمنطق؟ نعم. هل يجوز؟ تقول يجب. حيث كونه وسيله الى علم واحد. وبعض لما كتب الصلاه حرمها. ابن صلاح قال هذا مقدمه للفلسفه. والفلسفة مقدمة للكفر. فمقدمة مقدمة للكفر كفر. ففي النهاية أنت قبل دراسة العلم تحتاج إلى حكم الاشتغال بإيه؟ بالعلم. طيب؟ فإذا عندنا مقدمات تصل إلى العشرة لكل علم. من أول من ألف فيه؟ مما استمد الكتاب والسنة. منزلته وشرح هذا العلم. منزلته بالإضافة إلى ما سواه من العلوم. فإنت عندنا مقدمات جعل العلماء عشرة مقدمات يحدث العلماء على ذكرها أو ذكر بعضها قبل الحديث عن الإيه؟ العلم. في هذه المقدمات كما قلنا تعريف علم الدين، تعريف علم التوحيد. طب ما تعريف علم التوحيد؟ قال التعريف بالحد. تعريف الحد وتعريف الذاتيات قال هو علم يبحث فيه عن المعلوم. يبحث فيه عن ايه؟ المعلوم. عن المعلوم. ليس مجهول. نعم ليس مجهول. لابد ان يكون الشيء معلوما ثبات. لا هو المجهول. علم يبحث فيه عن المعلوم كل المعلومات. هل تستطيع ان تبحث عن كل المعلومات؟ لا، لما تبحث عن معلومات ترجع الى اي ماذا؟ ترجع الى العقائد. المعلومات لديها علاقه بالايه؟ العقائد. بالعقائد. لها علاقه باثبات العقائد. فقال علم التوحيد علم يبحث فيه عن ايه؟ عن المعلوم من حيث اثبات العقائد الدينيه او وسائلها. هل هذا الكلام واضح؟ لا ليس واضح. ما المقصود بالمعلوم؟
معروف يعني معروف ما يصح أي يعلم ويدرك. ما الذي يتعلق به العلم؟ الأشياء التي تكون في صورة الشيء الأخير صورة الدين. ألا يتعلق علمك بهذه الصورة الحقيقية بالمادية؟ ليس المراد بالمادية فهي تتنظر في عقلك بداخلها. هل يكون الذي نحن نأخذ بالحواس يعني الحواس الخمسة الظاهرة المراد بالعلم؟ يبقى انت المقصود بالمعلوم هنا المحسوسات. محصولة. المعلومات هي ايه؟ هي المحسوسات. وما نحن نبحث في علم العقيدة عن الله. فهي ايه محسوس؟ لا. المعلوم ليس المحسوس. المحسوس ليس أهم من المعلوم. العلم بما يتعلق يتعلق بكل شيء. العلم عبارة عن ايه؟ عن إدراك. أنت قد تدرك الموجود وقد تدركه غير الموجود المعدوم. ألا تدرك أن شريك المال مستحيل؟ هل تعلم ذلك؟ لا نعتقد ذلك. شريك المال المستحيل هذا معلوم لك أم لا؟ معلوم. إذا قد تعلق علمك بالموجود أم بالمعدوم؟ بالمعدوم. ده معدوم يستحيل وجوده. أصلاً نعم. فكلمة معلوم تشمل إيه؟ تشمل كل شيء. تشمل الوجود والمعلوم. بل والواسطة بين الموجود والمعلوم عندما يقول بها الحال. تعرفون الحال؟ لا تعرفون. لما أبحث تسمع عن درس دقائق علم الحقيقة. هل عرفتم أن النص في عمق جميل؟ هل نوضح المعلوم ما يصح أن يعلم؟ ما يصح أن العلم يتعلق بماذا؟ درست مثلا القدرة تتعلق بماذا؟ بالممكن. الإرادة تتعلق بإيه؟ بالممكن. ولا تتعلق بالمستحيل ولا الواجب. طب والعلم تتعلق بماذا؟ جميع. الواجب كله موجود. وفي المستحيل كله معدوم. والممكن قد واصفة. الممكن يشمل الموجود والمعدوم. القادم الوجود. يشمل الموجود القادم العدم. ويشمل المعدوم القادم الايه؟ الوجود. اذا هو كل شيء. العلم يتعلق بايه؟ بكل شيء. فكل شيء يصح ان يكون معلوما. صحيح. من كلمه المعلوم تشمل ماذا؟ كل شيء. المحسوس وغير المحسوس. الموجود والمعلوم. الواجب والممكن والمستحيل. لذلك حتى سندرس في علم التوحيد الواجب والممكن والمستحيل. صحيح. سندرس الالهيات والنبوات والسمعيات. وليست الامور موجوده أو تكون فإن المأمور غريبة والمأمور ممكنة. صحيح؟ ستدرس شريك المالك وهو إيه؟ مستحيل. معدوم مستحيل كمان. ستدرس المقدمات العقلية أقسام الحكم العقلي الواجب والممكن والجائز والمستحيل. والممكن والجائز. الواجب والممكن والممكن والجائز والمستحيل. مستحيل. كل هذا يدرس. في علم الكلام ولا بلى يدرس يعني هم ايه؟ عقائد او وسائل للعقائد كدراسه حدوث العالم. قد لا تكون عقائد في ذاتها يعني نعم هي وسيله كما قلت. لذلك قال هو علم يبحث فيه عن المعلومات. كل المعلومات انت تستطيع ان تدرس كل المعلومات ولما تدرس المعلومات الراجعه الى ايه؟ الى العقائد او الراجعه قال علم يبحث فيه عن المعلوم من حيث اثبات العقائد الدينيه او وسائلها. وكلمه المعلوم كما قلنا تشمل الموجود وتشمل ايه؟ المعلوم.
وتشعر الواسطة. هو مش شيء كبير موجود وإما إيه؟ معدوم. في شيء تاني في وصفة؟ لا مفيش. الشكو إما موجود وإما إيه؟ معدوم. هل هناك الواسطة من بين الوجود والعدم؟ الجمهور العلماء على أنه لا واسطة. والبعض من علماء الكلام أثبت ما يسمى بالحال. والحال وصفة لوجود غير متصفة بوجود ولا بالعدم. يعني بعض العلماء جعل قسمة ثلاثية. قال الشيخ إما موجود وإما معلوم وإما إيه؟ حال. حال يعني لا هو موجود ولا هو معلوم. لكن حتى إن لم يكن موجودا ولا معلوما، أليس معلوما؟ بلى. معلوم. إذا المعلوم يشمل إيه؟ يشمل كل شيء. الموجود والمعلوم. والواسطة عند القائلين. يشمل الواجب والممكن والمستحيل. يشمل الأليات والمقوال والسمعيات. يشمل حدوث العالم التوحيد وسيلة. إذا علم التوحيد يبحث عن معلومات. كلمة معلوم تشمل كل شيء. لكن لا يستطيع علم التوحيد أن يبحث عن كل شيء. فيبحث عن المعلومات المتعلقة بالعقائد أو المتعلقة بوسائل العقائد. فهذا هو إيه؟ هذا هو تعريف علم التوحيد من إيه؟ بالحد أو بالذاتيات أو بالموضوعات كما قلنا. وسائل العقائد موصلة للعقائد. نعم. وسائل العقائد معناها وسائل موصلة للعقائد. نعم. المسألة أصلا ليست من عقائد. لكنها إيه؟ أستطيع أن أقول أنا مقدمة في دليل أستدل به على مسألة من مسائل العقائد. تحديث العالم، تحديث العالم ليس عقيدة. لكن هو سيصير جزءا من الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى. سنثبته لانني ساستعمل كوسيله لاثبات عقيده ان الله تعالى متصف من ايه؟ بوجود. فالمقصد يا شباب ان عباره الشيخ رحمه الله فيها كثير من العمق. وقد تكون كلمه الواحده فيها اشاره الى المسائل العلم من المسائل الدقائق. يعني اسهل من هذا ان تقول ان علم العقيده يدخل الى الجهاد والقصوات والسلبيات وهو سهل. هذا هو المراد. لكن الشيخ قد استبدل تفصيل هذه المسائل بالتالي في حاجه اهم من احنا بنتكلم فيه. يعني تيجي سمعنا وشايف او يبارك. ولا اظن ان من يفعل ذلك الا ان يكون مصريا. فبيس وبيس هذه المسهله في البيت. ماشي تبيض بقى الكلام ده. نقول المقصد هنا ان اوقفك على عمق عباره الشيخ رحمه الله. لذلك يعني اكثر دراستنا ان شاء الله ستكون في ايه؟ في الشروط. لانها ايه؟ لانها اقرب للطالب من ايه؟ فهي اقرب للطالب من ايه؟ اليقين. يعني للطالب المبتدئ امثالنا. فالمؤلف اذا قال ان علم التوحيد له ايه؟ له تعريفين. تعريف من الجهه الذاتيه او من الموضوعات. قال علم يوحى فيه عن ايه؟ عن المعلوم. قلنا معلوم يعني معلومات. المعلوم يصح ان يعلم. ما الذي يصح ان يعلم؟ كل شيء. كل شيء. لكن احنا ندرس كل شيء كما قلنا. ندرس المعلومات المتعلقه بايه؟ بالعقائد او وسائل ايه؟ العقائد. فاذا علم التوحيد علم يوحى فيه عن المعلوم من حيث اثبات العقائد الدينيه او وسائلها. يعني هو يبحث حتى عن المجهول يعني في كونه مجهول لكنه يمكن ان نعلمه او يمكن وصحه العلم به يعني لكنه مجهول. هل يدرس هذا ايضا؟ المجهول يبحث عنه كان مجهولا في الدنيا ويبحث عن المطلوب الذي لم يثبت. لكن دائما حتى في اثبات غير المعلوم انت تستعمل مقدمات معلومه. انت تنطلق دائما من ايه؟ تجمعت من المعلوم وهذا ربما يوصلك الى المجهول. نحن نقدم
هو المعلومات بين احد المسير الى المجهول. نعم فالمجهول هو مقصود، لكن احنا سننفرد من لا شيء، مجهول لا شيء. فانت دائما تبدا من المعلومات، تبدا من الايه؟ والمعلوم هنا ليس في مقابل المجهول. لما كان المعلوم يعني ما يصح ان يعلم، المقصود بالمعلوم هنا متعلم العلم، متعلم الايه؟ العلم. العلم في اطلاق، والعلم يصح ان يتعلق بالموجود او بالمعلوم، بالواجب او المستحيل او الايه؟ الجائز. هو انت قسم لمفهوم قسم عقليه او واقعيه. قسم عقليه تقول الشيء اما واجب أو مستحيل أو جائز. ومن حيث الواقع الشيء إما موجود وإما معدوم، والموجود إما وجوده واجب أو وجوده ممكن، والمعدوم إما عدمه من باب الاستحالة أو من باب الإمكان. فهو معدوم يستحيل أن يوجد، هذا مستحيل، ومعدوم يمكن أن يوجد، يعني ولد كم إن شاء الله 100%. هذا ايه؟ ممكن او مستحيل؟ ممكن. طبعا. وبعدهم اللي قال لك انه ممكن ان شاء الله. زوجتك الرابعة. هذا موجود ام معدوم؟ معدوم. لكن مستحيل وجود ولا ممكن؟ ممكن. وهذا كان وارد بعد. لأنه هو انتبه إلى زوجته الرابعة. ولم ينتبه إلى ولديه رقم 100. لأن هذا قريب. لكن زوجته الرابعة بعيد. لا بس هذا اول تعريف ايه؟ التوحيد بالدليل، وعلم يبحث فيه عن المعلوم من حيث اثبات العقائد الدينيه او ايه؟ وسائله. قلنا كلمه معلوم تشمل كل شيء. المعلوم ليس ضد المجهول. ليس المراد قضيه المجهول، انما المقصود المتعلم بالعلم. متعلم هو ما يصح ان يعلم. الجهل عدم، والعدم ليس له تعلم. ان التعلم اصلا وجود. التعلم وجود والجهل عدم، فلم يتعلم بالعدم. ليس فيه تعلم. التعلم. ولو تعلق به عرفه. على اي وجه؟ اذا هذا هو تعريف حته ايه؟ علم التوحيد من حيث هو الذاتي. طيب من حيث طبعا العربيات من حيث الغايه، من حيث الاثر، من حيث الفائده. قال انه يقتدر معه على اثبات العقائد الدينيه بايراد الحجج عليها ونفس الشبه عنها، وعلى تعريف مشهور. علم متى حصلت ما سيده كنت لا قدره على ماذا؟ على اثبات العقائد ايه؟ الدين. اي دين؟ عقائد ودينين نقصد؟ الاسلام. الاسلام. نعم. لان هناك ايضا مدارس عقائد غير الاسلام، علماء اللاهوت بالمسيحيه مثلا. علماء العقائد في كل الاديان، كل الاديان لها علماء. صحيح؟ نحن نقصد هنا اي عقائد؟ عقائد ديني الاسلامي منسوب الى محمد صلى الله عليه وسلم. متى حصل المرء هذه العلوم وهذه المسالك كان لا قدره على ماذا؟ على اثبات العقائد باي شيء؟ بان يذكر الادله والحجج والبراهين ويدفع عن ايه؟ شبهات. ويدفع الشبهات، يعني الشبهات الراجعه للعقائد. لان لا يعنينا هنا عالم علم الكلام، لا يعنيه الرد على شبهات الفروع. يعني ليس شبهه راجعه للعقيده. لا، هذه يعتقد ايه؟ يعتقد فيها صاحب الشريعه، صاحب علم الشريعه، علم الفقه، علم الحديث ان كان مثلها راجعه للحديث، الى التفسير وتدوين القران ان كانت راجعه الى السيره والتاريخ ان كانت راجعه شبهه راجعه الى السيره والايه؟ والتاريخ. نحن هنا وفق مع قاعده ونرد على الشبه الراجعه الى ايه؟ الى العقائد. إذا هذا تعريف، هذان تعريفان علم الايه؟ التوحيد. ما موضوع علم التوحيد؟ قال الأديان والقوات وسميات ووسائل. قلنا إن عرفناها بالمعلوم.
الإلهية من موضوعات التوحيد. المسألة الثانية مسألة السمعيات هي من موضوعات التوحيد. المسألة الثانية وسيلة لأجل هذه المسائل هي من موضوعات التوحيد. وهذه هو معلومات. هذه كلها تسمى إيه؟ معلومات راجعة إلى إيه؟ إلى العقل. فإذا موضوع التوحيد هو المعلوم. المعلوم الذي يرجع إليه إلى العقائد أو وسائل كما قلنا في التعليم. عرفنا الموضوع قلنا العلم يبحث فيه عن المعلوم عن المعلوم من حيث إثبات العقائد الدينية أو وسائل. إذا موضوعه هو المعلوم الرابع إلى إثبات العقائد الدينية أو وسائل. إذا موضوعه هو المعلوم من حيث إثبات العقائد الدينية. قلنا كلمة المعلوم تشمل الموجودة والمعلومة والهدف. هذه أقسام المعلوم. لأن العلم يتعلق بالموجود ويتعلق بالمعلوم. وإن كانت هناك واسطة بين الموجود والمعلوم فالعلم يتعلق بهذا كله يسمى إيه؟ معلوم. أرسلنا تلك الوسيلة مثال للحالة. حالة. كالصورة المنامية مثلا. لا هناك علم هناك ذات هناك صفة هناك ذات هناك الله سبحانه وتعالى هناك ايه صفة العلم هذان موجودان قال حال كونه عالم كونه ايه عالم اتصافه بصفة العلم يعني هذه الكونية سموها ايه؟ حال ذلك الله ناموه الأحوال جعل صفات 13 صفة سبع صفات معاني خمس صفات سلمية وصفة نفسية هناك جميع كل حال لم يقولوا عالم قال حي مريد قال عالم صفة كونوا عالما هذه حال القادر صفة موجود كونه قادر فتسمى ايه؟ الأقوال سبعة أقوال فجعلوها 20 صفة فالحال موضوع من موضوعات علم الكلام وهي موضوعات الدقيقة في الكلام وفي البحث العقلي أكبر فالمعرفة أشار إليه فإذا هذا موضوع علم الدولة فإذا الأمور طبعاً فوائد كثيرة دي قال بالنظر إلى قوة الشخص الفكرية بحيث العقل يتقل المعتقد من كونه مقلداً إلى كونه مجتهداً صاحب يقين كونه مقلد إلى كونه صاحب يقين ويقين بالتحديد لا يمكن أن يساوي في اليقين درجة صاحب الدليل قد يكون المقلد على يقين بل لا يقبل التقليد الا من كان تقليده على يمينه واصلا لا يقبل الشريعه لا يقبل الاسلام الا من كان على يقين بالعقائد والانسان تقبل مؤمنا ما لم يكن على يمينه من ايمان الله والملائكه والكتب والرسل والنوم الاخر والقدر لكن كان اليقين عن طريق الاسلام كان اثبت واقوى من اليقين عن طريق التقليد فايهما اعلى في اليقين المقلد ام صاحب الدليل صاحب الدليل اذا صاحب علم التوحيد الذي يدرس العقيده بالادله قوته الفكريه تترقى من درجه التقليد الى درجه اعلى وهي اليقين عن الدليل إذا من فوائد هذا العلم قال بالنظر إلى قوة الشعر الفكرية أنه ينتقل من التقليد المعرض إلى أعلى درجات اليقين. كذلك صاحب علم التوحيد يستطيع أن يرشد غيره هو استكمل في نفسه ثم يقوم باستكمال غيره أنت صاحب علم العقائد تخبر الناس وتدلهم على هذه الأدلة وعلى هذه العقائد وترفع عن الناس الشبهات وأنت تفيد نفسك
وتزيد غير. تكملت نفسك ثم قمت بتكميل غير. قال هذا العلم بالنظر الى تكميل غيري ويرشد المسترشد. من يطلب منك الرشاد والهدايه تهديه. من يطلب منك الدليل ترشده اليه. من يطلب منك اليقين تبره اليه. من يطلب منك دفع الشهره تدفعها يعني تكمل غيرك. خلاف المقلد يعني. المقلد المقلد اذا جاءه واحد عنده اشكال لا يستطيع ان يزيد عنه اشكال. قد يهتز ايمانه. اصلا صاحب الاشكال عنده مشكله. والمشكله راجعه الى الايمان. فهذه تحتاج الى ايه؟ الى الاسلام. قال من حيث النظر الى اصول الاسلام بمعرفه العقائد وادلتها يتم حفظ قواعد الاسلام. يعني لو لم يكن علماء لو لم يكن هناك علماء قد بانوا في عقائد فزادت عقائد الاسلام. لو وجود ايه؟ علماء اثبات. وجود العلماء اثبت. يعني ماذا؟ لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. فماذا قال عمر؟ عمر قال والله ما مات رسول الله وانما ذهب كما ذهب موسى بن عمران للقاء ربه ثم ليشركن ان يرجع فيقطع ايدي الرجال يزعمون ان رسول الله قد توفي مات. تصور لو ان هذه الشبهه قد ثبتت في الإسلام. هذه كانت شبهة عامة. دي شبهة عامة. عامة يعني كثير من الناس كانوا يصدقون حتى عمر. صحيح؟ حتى كان من؟ أعلم أمة أبو بكر رضي الله عنه. كان مما قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي. ثم دل قوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فمن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الان فجعل الناس يبكون لانهم ساعتها علموا ان رسول الله قد مات حقا. فتصور ان هذه الشبهه قد ثبتت في الاسلام فانتقل الاسلام يعني دين اليقين الى دين باطل. تخيل الناس تعيش وتقول النبي صلى الله عليه وسلم سيعود. فنقول الشيعه. الشيعه ينتظرون عمر الايه؟ المهدي. لو 1100 سنه ينتظرون خروج المهدي. تخيل هذه الشبهه. الاسلام سيكون الاسلام الباطنية لولا من؟ سيدنا ابو بكر. لولا ابو بكر عالم يعني لما منع الاعراب الزكاة المرتدون لما منعوا الزكاة كانت لهم شبهة. الله تعالى يقول قل في نواهي صدقتك تطهره وتزكيهم بها وصل عليهم. الخطاب لمن؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. فأولا لما منعوا الزكاة لم يصرحوا بكفرهم. لما قال لا نحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ونقيم الصلاة لكننا لا نؤتي الزكاة الا لان صلاته زكر لنا. زكر لنا الله تعالى قال وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. صح قد مات. اذا خلاص. هذه ايه؟ من زلك حكم. هذه شبهة. لو لم تقاتلهم ابو بكر لثبتت ايه؟ الشبهه. الشبهه. وسقط رب. وسقط رب من تخيل لولا العلماء ايه؟ الاثبات. لولا اثبات العلماء لولا العلماء اثبت. يعني لو لم يثبت احد امام احمد رحمه الله في المحنه في
في خلق القرآن تسمت هذه الشبهات الأمة، وقالت الأمة كلها بخلق القرآن. هكذا هذه مهمة في علماء العقيدة، ولازم يكون عالم عقيدة مشهور في علم الكلام، بل كل من ثبت على العقيدة الصحيحة ودافع عنها هو عالم به. والعلم العقائد لا يحتاج إلى إلا إلى العلم بالمسألة المختلفة. كل إنسان عالم بالعقائد، فتمامك أمام الملاحدة أن تمامك في العقيدة، لأنك عاد تعلم أن الله تعالى موجود وتعلم أدلة الوجود، فأنت من عالم. ليس لازم تكون عالما بكل مسائل العلم، بل من علم مسألة واحدة مسائل العلم حملها أداء وأمر بالمعروف ونهي عنه. صحيح؟ هكذا لولا تمام الزماني على حداد الزماني لضاع قواعد الدين. وما تساعد الأمم أصحاب البدع إلا بسريان الشبه والبدع فيها سريانا عاما. يعني ما مشكلة الشيعة؟ أنه فسر فيهم البدع والشبهات وثبت ولم ينزل. أتظن التشيع في بداياته كان على هذا الحال؟ أبدا. التشيع أصلا كان على قواعد الإسلام، لكن بعض الشبهات بعض المخالفات مع الزمان ثبتت هذه الشبهات في المجتمعات. فبدل أن يقوم العلماء بنفعها قام العلماء بتصديقها وتثبيتها، فتنحرف الطائفة من الأمة عن الحق. التشيع في الأصل كان محبة لعلي ومحبة علي حق رضي الله عنه، ثم انتقل إلى نصرته عليهم ونصرة عليهم يعني حقا في زمان، ثم تطور إلى الفضل بكونه أحق الناس بالخلافة بعد رسولنا صلى وهذا خطأ، ولكنه خطأ صريح. يعني الإنسان الشيخ على كل قواعد الإسلام وهذا خطأ أن عليه أفضل، فهذا أمر عادي خطأ قريب هذا خطأ صحيح، لكن عندنا إيه؟ طيب لذلك الإمام ذكر مثلا أن بعض علماء الإسلام هو كان متهم بالتشيع، لا تظن أن المراد بالتشيع استقر عليه أمر التشيع، بل هو التشيع الأول من الميل الشديد من علي وآل. ميل قد يدفع عالم الحديث مثلا إلى التساهل في قبول أحاديث الوالدة في فضل أهل البيت، هذا تشيع، لكنه ايه؟ حسن قريب لا يقول في قبول الحديث، إنه يقبل الحديث بقواعده. نعم. إن كنت مثلا أرض رجل صالح وخلافته صالحة، لكن علي كان هو الأول، لا بأس. الأمر ايه؟ يعني عندنا هو خطأ، لكنه خطأ من ايه؟ صريح. لكن ما الذي أفسد المجتمعات إلى هذا الحد؟ ظهور البدع والشبهات. نعم، استقرار هذه الشبهات والبدع واعتمادها اعتمادا عاما. يعني الفكره ايه؟ ما المجتمع الا وفيه شبهات او فيه فساد فيه انحراف، لكن ما دام الانحراف في طائفه قليله تعلم نفسها بالخطر وتعلم انها لم تضر في نعمها لم تضر العلماء يظل المجتمع صالح، لكن إذا قويت البدع واعتمدت اعتمادا عاما كان في هذا فساد المجتمع وفساد العقيدة. فإذا بتبادل علماء العقيدة وبوجود علماء الأسباب حفظ على الناس دينهم قواعد دينهم. إذا من قواعد التوحيد حفظ قواعد الدين عن ان تزلزلها شبهات المبطل، هذا بالنسبه للقواعد الاصول. وبالنسبه للفروع صلاح الفروع، لان صلاح الفرع مترتب على صلاح ايه؟ الاصل. طبعا يعني لا تصلح الشريعه بدون صلاح ايه؟ الاصل العقيده. واذا فسدت العقيده
فلسفه ايه؟ الصلاه. لما فشل الشيعه في الاصول فشل الامه في الفروع. لا شك عندهم المتعه والفساد من باب الفروع، عندهم المسح على الرجلين وليس الغسل، وهذا فساد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه بغير طهور، لا يقبل الله صلاه بغير طهور. وقال: ويل للاعقاب من النار. اذا لم تستوعب غسل القدم ان تغسل العقب فانت ما غسلت القدم، وان لم تغسل القدم لا تتوضا، وان لم تتوضا فانت لم تصلي. فشل الصلاه بفساد الوضوء، وهكذا كثير من المفاسد في الايه؟ في الفروع سببها الفساد الايه؟ الاصول. فاذا صحت الفروع مع فساد الاصول هل تقبل؟ ولا امر الا ان يعبد الله بالاصول. فاذا شرط قانون العباده صحه العقيده. لا صحه محل القلب والعقائد محلها ايه؟ الايمان محلها ايه؟ القلب. القلب اذا بحفظ القواعد تحفظ الفروع، بحفظ اصول الدين تحفظ ايه؟ فروع. فروع الشريعه. قال ابن نظر: من القوه العلميه اذا حصل المرء يعني علم التوحيد يكون ذا معرفه بالله سبحانه وتعالى واخلاص. يعني اصل مسائل حق الله مسائل الايمان فلا بد ان تريد ذلك وخشيه مما يترتب عليه صحه في العمل واجتهاد. وهذا يوجب ان تكون دراسه العلم ممزوجه من غرس بكل، يعني مما وقع فيه بعض العلوم انها اهتمت بالجانب الايه؟ بالجانب الدرس والحفظ والقواعد والمسائل والخلاف دون الاهتمام باشرار القلوب مسائل الدين. فينبغي ان يكون بجانب الدرس غاصا. وانا في الحقيقه وقع فيه يعني تدريس علم التوحيد بالطريقه الكلاميه العقليه. علم صار اقرب من منطق جمود، في جمود عقلي، في جبر، حتى ان الادله الشرعيه صارت في القليل يهتم اكثر من ذكر عقلي. لا، القران حينما كان يعلم العقائد كان يشربها في القلوب مع ادله العقول. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كلام عقلي. تعليم العقائد مع طريقه تجعل المراه محبا لله معظما له. يا ايها الناس انتم فقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد من رزق وما اريد ان يطعم. كل حاجة لا بد له من معطي كده جيد. لكن قال تعالى: يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات على ماذا؟ على وجود الله سبحانه وتعالى. تأمل الطريقة، طريقة استعقلية فقط طبعا. وهذا من جمال النص الشرعي القرآن والسنة. لو نص لا يخاطب العقل فحسب، إنما يخاطب العقل والإيه؟ والقلب. لكن العلوم صارت أقرب إلى مخاطبة الإيه؟ الفلسفة، العقول فقط. فهذا يحتاج إلى استكمال. قال: لابد ان تستكمل ذلك باداب الدين ورقائقه، او ان يضمن صاحب العلم المسائل العقليه والمسائل ايه؟ القلبيه. فالاصل ان المتعلم من علم العقيده
خشية في النبي تعالى وإخلاص الله، وهذا لابد أن ينفعهم إلى مزيد من العمل، هذا لابد أن ينفعهم إلى الاجتهاد في العمل، وفي النهاية إذا صح العقائد فاز المرء في الدنيا والآخرة. قال الفيصل بن عثمان من دراسة عقائده وتثبيتها الفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. ولكن هذه بعض من المقدمات ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه رأينا أن نطيعكم فرض أن المقدمات المسائل سهلة، لكن أردنا أن نطيعكم عليها في يعني نص كلام الشيخ. والمؤلف ذكر بعد ذلك ويرجع النص الأول ثم الدرس الأول شرحا، المؤلف إنما شرح نفس الكلام، فمن أراد أن يرجع إلى الشرح للاستفادة فلا بأس، لكن يعني أنا بسألكم في هذا الموضوع عما شرحت. دائما في كل درس لابد أن أحدد لكم أن السؤال سيأتي من النص أو من الإيه؟ أو من الدرس الشرحي. كنا في الغالب أن ندرس الشروع في الغالب، لكن إحنا اليوم أخذنا إيه؟ موضوعنا من النص، النص الأول تعريف علم التوحيد وقوله ثمرة. يعني هل أحد عنده سؤال؟ هل اللغة واضحة؟ سؤال دكتور بعد إذنك. نعم. الكتاب لدى المنصة أم لازم تصون دي؟ كتاب على المنصة تصون هو. بالأرض اتصال عليه خلاص ده بس. لما الكتاب الورقي موجود في تصون دي. مكتبة. في مكتبة في مكتبة موجود. خصوص والكتب هو توحيد ولا شريعة. هو عايز عايز. ولا عايز توحيد ولا شريعة. ما الفرق؟ ما الفرق بين العقيدة الأشعرية والعقيدة السلفية؟ يعني أتفضل بهذا السؤال إلى هذا يشعرني، ولكن أطلع تصاعد يعني إلى النصف الأخير من الدراسة. أنا لا أرى كبيرة برأسي إلا في منهجية الدراسة. هل تعلم في مسائل الدراسة السلفية فيما يخالفون العقيدة الأشعرية؟ اشتري عنه مخالفات في مسألة الإيمان. طبعا المسألة الأشهر مسألة الصفات. الصفات الخبرية. في حاجة تانية. كل الحال صفة للموجود صفة هي تعريفها الموجود. لكن هذه الصفة في ذاتها ليست متصفة لا بالوجود ولا بالإيه؟ ولا بالعدم. وهذه مسألة مختلفة. هل هناك حال؟ يوجد حاجة اسمها حال. والجمهور على نفس الحال. الجمهور على أنه ما يوجد شيء متوسط بين الوجود والعدم، أن الشيء إما موجود وإما إيه؟ وإما معدوم. الله قادم. فيه أين الحال؟ كونه قادم. هذه الكونية هذه الحالة مسمية فإنها لأن الحكم الله قادم، فإنه يكون الحكم موجود هذا الحكم على حالة يعني في هذا المعنى. وأنا قريب من المهدية وبعض من الأشاعرة وبعض من المسلمين هؤلاء هم المسلمون الاثنين بالحاجة تستطيع أن تعود إلى هذا الموضوع هل في كتاب الجويني كتاب الإرشاد للإمام الجويني الإرشاد وكل كتب التفريق وعشر المواضيع وعشر المقاصد هذا كله موجود في الإرشاد. نعم.